الله يدعو إبرام. مرت السنون ونسي الناس أن الله الذي خلقهم، فاتجهوا إلى نحو نهر الفرات وبنوا أعظم مدينة تجارية في منطقة أور، وهي أرض الوفرة. عبد فيها الناس آلهة عديدة، إلا أن الله الحقيقي الواحد كلم شاباً اسمه إبرام. يا إبرام، لما أنت هنا في الخارج وسط الليل؟ يا ساراي، إن الله كلمني وطلب مني أن أترك عائلة أبي وبلادي والآلهة الكاذبة في مدينة أور، وأسافر إلى أرض هو يقودني إليها، وفيها سيجعل من عائلتنا أمة عظيمة، وجميع الشعوب على الأرض ستبارك من خلالي. سيكون مخيفاً أن نترك كل ما نعرفه وكذلك عائلتنا، لكننا نثق بالله أنه سيفي بوعده. كيف برأيك سيتقبل أبوك الخبر؟ لا يمكن أن يتركني إبرام في نهاية عمري، وأنت ابن أخيه يا لوط، وبما أن أباك متوفٍ من مسؤولية إبرام أن يهتم بك أيضاً، سنسافر معه. احترم إبرام كلمة الله وترك مدينة أور، غير أنه لم يحترم تلك الكلمة عندما لم يترك حياته القديمة وراءه، فرافقه أبوه تارح مع أصنامه الكثيرة. أنا أتكلم جدياً يا إبرام، من الأفضل أن نعبد الآلهة كلها، فبذلك لا نهين أي منها بتجاهلها. إن عبادة آلهة أخرى هي إهانة لله الواحد الحقيقي. إذن أنت تقول أنه إله أناني. قاد الله تارح وإبرام وباقي العشيرة إلى أرض حاران الغنية، وعلى الرغم من أن هذه الأرض غنية وخصبة لم يرد الله أن يستقروا فيها، لكن تارح أحب هذه الأرض الجديدة وأراد أن يمضي باقي أيامه فيها. فبقي إبرام في حاران احتراما لأبيه، وأوقف بحثه عما وعده به الله. في أحد الأيام مات تارح، فأصبح إبرام هو قائد العشيرة وتولى المسؤولية مباشرة. حملوا الماشية. سيدي، ما هي خطتك في قيادة شؤون العشيرة؟ لقد دعانا الله لأخذ عائلتي وترك حاران، فأنا سأتابع البحث عن الأرض التي وعدني بها الله. أنا سأتبعك يا عمي إبرام. قاد إبرام عشيرته في الأراضي المحيطة سنين كثيرة، فعاش هو وعائلته الواسعة حياة البدو والرحل. لكن المجاعة انتشرت، ولم يعد إبرام يملك طعاماً كافياً لعشيرته كلها، فرأى أن الحل الوحيد أمامه هو أن يقود شعبه إلى مصر، إذ هي أمة قوية والطعام فيها وفير. إلا أن بعض الشكوك كانت تراوده إزاء خطته. ساراي، أنت أجمل امرأة وقعت عليها عيناي، وأنا أخشى أن يقع فرعون في غرامك عندما يراك، وبما أنني زوجك سيقتلني كي يستطيع الزواج بك. يجب أن ندعي أننا إخوة. لا أظن أن ذلك سيحدث، لكني سأفعل ما تطلبه مني. لكن تكهن إبرام تحقق، ووقع فرعون في حب سارايا وجمالها، ظن منه أن إبرام أخوها، فقدم لإبرام الكثير من المال والهدايا، وطلب من ساراي أن تتزوجه. لكن قبل أن يتمكن فرعون من أن يتزوجها، تدخل الله لينقذ عائلته المختارة. الطاعون. أرسل الله وباء إلى المصريين ليتركوا إبرام وساراي يذهبان بسلام، فأعطوا إبرام طعاما ومالا وأرسلوه وعائلته في سبيلهم. كان إبرام وساراي ممتنين لهروبهما، مدركين كم كانت خطتهما غبية. اغفري لي يا ساراي، فأنا لم أطلب عون الله، كنت جبانا ووافقت بخططي أنا لإنقاذنا. غفرت لك يا زوجي. من الآن فصاعدا سأثق بالله، لا يمكنني الآن سوى أن أصلي كي يغفر لي. أنا أكيد أن الله سيغفر لك يا إبرام، فهو حفظنا في مصر حتى عندما نسينا الاتكال عليه. لن أحاول أبداً بعد اليوم أن أتخطى ما رسمه الله لنا. أتمنى أن تكون هذه آخر مرة أضطر فيها أن ألعب دور أختك.